احتفالا منها باختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019، أصدرت هيئة الشارقة للآثار عددا من الحوليات والكتب التي ترصد النشاط الأثري والحضاري في الإمارة، تتناول العديد من القضايا المرتبطة بالآثار والتاريخ والعمارة في دولة الإمارات والعالم العربي. طبعا احتفالية اليوم هي احتفالية مهمة جدا، نحتفل فيها بإنجازات هيئة الشارقة للآثار، وأيضا نحتفل، قبل أن نحتفل بهذه الإنجازات نحتفل بالعاصمة العالمية، لقب العاصمة العالمية الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019. هذا لقب نفتخر ووسام لنا ويدفعنا إلى الإنجاز الكثير من الإصدارات. الهيئة ومن خلال هذه الإصدارات تهدف إلى دعم وتعزيز ثقافة القراءة وإرساء المعرفة كأساس لحوار الحضارات الإنسانية، وكمساهمة منها في الجهود التي تبذلها الإمارة في مجال نشر ثقافة القراءة على المستويين العربي والعالمي، على اعتبار اختيارها عاصمة عالمية للثقافة في العام 1998، وعاصمة للثقافة الإسلامية في 2014، وعاصمة عالمية للكتاب هذا العام. طبعا احنا نعرف بأهم الاكتشافات في إمارة الشارقة، اكتشافات كثيرة غيرت نظريات وأسست لعلم الآثار وأحدثت تنوع كبير في هذا المجال. ايضا في عندنا هناك مجموعة كبيرة ايضا من الإصدارات التي هي من الحوليات الشارقة للآثار من العدد الأول إلى العدد 16. هذه الإصدارات مهمة جدا في مجال الآثار. ومن خلال جهودها تحرص هيئة الشارقة للآثار على تعزيز الخريطة الأثرية لإمارة الشارقة من خلال البحث والتحري والكشف عن المواقع الأثرية المنتشرة فيها، والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية باعتبارها إرثا تاريخيا وإنسانيا تسهم في جذب فئات واسعة من السياح والمهتمين بهذه المقتنيات الثمينة. هنا في هذا المختبر نعمل على تسجيل القطع القادمة إلينا من مواقع الحفر واختيار المواد اللازمة لترميمها. عملي الخاص هنا هو القيام بإعادة بناء هذه القطع ومحاولة إعادتها لوضعها وشكلها السابق. اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة تم خلاله زيارة المعرض الدائم لها، والذي يتضمن عددا كبيرا من المكتشفات والقطع الأثرية النادرة المكتشفة منذ مطلع الثمانينيات في مواقع مختلفة بإمارة الشارقة، إضافة إلى جولة في المختبر للتعرف على الطرق المتبعة في فحص القطع الأثرية وترميمها. عبدالله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.